قناة جديدة، مرحبا بكم في هذا الفيديو. معكم هيبنو ماغ، الاسم الجديد في قناتنا الجديدة هيبنو ماغ. قناتنا الجديدة مهتمة بمجال علم الباراسيكولوجي. ما الفرق ما بين علم الباراسيكولوجي أي علم ما وراء النفس مع علم النفس؟ علم النفس دائما يبحث عن كل ما هو منطقي وملموس، لكن في علم الباراسيكولوجي دائما نبحث عن الأشياء التي هي ملموسة ولكن غير منطقية. كذلك هيبنوماج مختص في مجال الباراسيكولوجي، الأشياء الملموسة ولكن غير المنطقية، مثل التنويم المغناطيسي والإسقاط النجمي والخدع البصري والخدع العقلية وكذلك خفة اليد. في قناتنا الجديدة هذه المواد التي ستكون مهمة في حول هذه القناة. في هذه القناة يوجد قناة في اليوتيوب وكذلك موقع على الانترنت، وفي نفس الوقت صفحة على الفيسبوك والإنستغرام. أي في هذه الفيديوهات هي ليست مثل فيديوهات أحمد هندية، بالعكس هي فيديوهات مهتمة بمجال الباراسيكولوجي فقط. فيديو إشهاري للتنويم وكذلك فيديوهات إشهارية لبعض المجالات الأخرى. أي فيديو ممكن أن تصبح مثلنا في ذاك الفيديو، مثلا شاهدت فيديو في التنويم المغناطيسي أنت كذلك ممكن تتعلم التنويم المغناطيسي عند هيبنوماج. لو شاهدت فيديو آخر مثلا التحريك عن بعد أنت كذلك ممكن أن تتعلم مثل ذاك الفيديو. لو شاهدت فيديو مثلا نلمس شخص يزعقه الكهرباء، مثلا مصباح يشعل بدون كهرباء إلى آخره، فأنت كذلك ممكن أن تصبح مثلنا مثل ذاك الفيديو. هذه الفيديوهات ستكون تعليمية، إشهار للتعليم. شاهدت التنويم فأنت ممكن التعلم. لو شاهدت أي فيديو في هيبنوماج وأردت أنت كذلك أن تصبح مثل ما موجود في ذاك الفيديو، فقط ما عليك التواصل مع هيبنوماج على صفحتي على الفيسبوك أو رقمه على الواتساب والتواصل معه، وسيعطيك كيف هي الطرق الدفع وكيف ستتعلم أنت كذلك. فلذلك هيبنوماج مهتم بمجال علم الباراسيكولوجي، التنويم المغناطيسي والخدع البصرية والخدع العقلية، أي أشياء تخدع العقل وأشياء تخدع البصر وكذلك أشياء تتحكم بعقل الباطن الشخص وتتحكم به كما تريد. هذا هو هيبنوماج. هيبنوماج سيأتي بكل ما هو جديد ودائما سيأتي بأشياء غير موجودة في العالم العربي. كذلك نرى التنويم المغناطيسي لا يوجد تدريبات احترافية في المغرب، فقط عند هيبنوماج. وكذلك خدع سحرية أو خدع بصرية كذلك هي لا يوجد تدريبات ولا توجد كذلك في العالم العربي، ولكن ستكون فقط عند هيبنوماج. هيبنوماج سيفتح لكم عالم جديد وعالم خيالي، فقط تابعوا هيبنوماج. قبل الذهاب اشترك في قناتي على اليوتيوب وكذلك فعل زر الجرس وكذلك قم بالإعجاب على صفحتنا في الفيسبوك، وفي نفس الوقت قم بمتابعتنا على الإنستغرام. إلى اللقاء.